أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا كان تارك الصلاة لا ينفع فيه الهجر، إذا كان تارك الصلاة لا ينفع فيه الهجر بل يزيده إعراضا، فما حكم هجره؟ إن كان تاركا لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي فهذا يناصح ويؤمر بصلاة الجماعة ويكرر عليه، ثم إن كان في هجره ردع له وتأثير عليه يهجر. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا تمردا فهذا يستمر على مناصحته والإنكار عليه، وأصبح الهجر لا فائدة فيه. هذا في تارك صلاة الجماعة. أما الذي يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي هذا كافر، هذا يجب هجره ولا يجوز مواصلته ومحبته، بل يعتبر كافرا، يعامل معاملة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالذي يترك الصلاة نهائيا ويصر على تركها هذا كافر، يهجر هجر الكفار، نعم، حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.